الوقفة الاحتجاجية السلمية هذه في إطار معناها تجميد 63 جمعية بما فيهم جمعيتي. احنا جينا هنا نطالبوا في سوادي الجري شنية تكون الحلول، يلزمنا نلقوا الحل الأنسب للذرارية هذوما الأولاد اللي قاعدين نأطروا فيهم وقاعدين معناها نصرفوا في فلوس وقاعدين كذا وجمعيات قاعدة معناها تعبة. القرار تخذاه، احنا ما نشدد القانون مع القانون وسواديع اللي الرسالة اللي نوجهها له من هنا من أمام المسدح هذايا نقول له طبق القانون، طبق من ناسيونال للريجونال، طبق القانون تو تشوف قداش تحل من جمعية، تحل مش تجمد، تحلها حلال، ثم اللي ما عنده حتى إجازة معاك في القانون، لكن الإصلاح النجم نصلحه، احنا اللي انتخبناه واحنا اللي وصلناه وهذا ما عندناش فيه مزيه راهو رد برك، لان احنا ماناش ضد هذايا، اما نحب نلقى حل معاك. انا ولد الجامعه وننضوي تحت الجامعه، نلقى حل، هذه داري انا وين نمشي. ما قبلناش لليوم، احنا نص النهار على موعد معاه باش نقبلوه، والله ممكن يكون ثم تصعيد، الناس داخله في يضرب جوع يا معلم. ناس رجال جمعيات ماشي الحبس، عندها شيكات دي شيكسون بروفيزيون، ناس قاعده تصرف. الجامعه عطتنا فلوس، ما عطتناش فلوس، التو ما صبت حتى فرنك الجامعه. ناس قاعده تصرف من جيبها ودخلت في قرف جوع، قلت لك ناس مش خلت عائلاتها وارزاقها وذرها وسلمت في مشاغلها الكل وتلهيت بالكوره، تلهيت بالناس اللي هالوليدات الصغار اللي يكونوا فيها، هي الجمعيات فرحانين، المتنفس الوحيد للشباب هي الكوره.